بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وسعيد بلقائكم. اسمي عايد راشد الهاجري، عملت بشركة نفط الكويت لفترة حوالي 40 سنة، تقاعدت على أثرها في آخر شهر 12 2008. نشأتي كانت طبعا في المنطقة العاشرة في الفاحيل والمنقف، ومن بعدها طبعا انتقلنا الى مدينه الاحمدي، واغلب يعني الفتره اللي قضيتها كانت في مدينه الاحمدي كموظف بالشركه ومن ساكنين البيوت الكيوسي. التحقت في 19968 كمتدرب في مركز التدريب التابع لشركه نفط الكويت في منطقه الاحمدي. خلال فترة التدريب تركزت الدورة على المواد الكيمياء والرياضيات واللغة الإنجليزية. بعد اجتيازنا للدورة خلال سنة تقريبا في الأحمدي، من ثم انتقلنا إلى التدريب الميداني لمراكز تجميع النفط في منطقة البوريان، واستمر تدريبنا في عمليات المنشآت لمدة سنة تقريبا. بعد ذلك طبعا بعد اجتيازنا الدوره مثل ما قلت لكم تحملنا المسؤوليه، يعني كل واحد منا صار مسؤول في مركز التجميع في المناوبه. فكانت الوظيفه الاولى لي كانت مساعد مشغل في مركز التجميع. استمريت في الوظيفه لفتره تقريبا سنه ونص. 1973 بديت استلمت مهمه مشغل مركز تجميع النفط. انتقلت طبعا من مركز الى مركز لانه عندنا هناك نظام عمليه التدوير. يعني في 1976 ترقيت الى وظيفه مراقب عمليات الانتاج. هني المسؤوليه طبعا صارت اكبر من مشغل مركز تجميع. كان تقريبا بالشفت كانت مسؤول على 3 مراكز تجميع مع العاملين اللي فيها، إلى أن تم ترقيتي إلى مشرف عمليات إنتاج. ذاك الوقت كان في شمال الكويت 1978. هذا طبعا بعد ما رحت اشتغلت مع شركة بأمريكا لمحطات الغاز، لأن بذاك الوقت كانت الشركة تنشئ مشروع الغاز في شمال وقرب وجنوب الكويت. فاحنا طبعا اخذنا الدورة على اساس ان احنا نكون مؤهلين لما تشتغل المنشآت هذه. نهاية 1979 رقيت الى ناظر عمليات الانتاج في قسم العمليات في البرقان، وكنت مسؤول طبعا على عدة مراكز وعلى عمالة اللي قاعد تشتغل فيها. بعد فترة أعتقد 1980 تم يعني عملي من ناظر عمليات إنتاج إلى ناظر تدريب وتطوير العاملين في عمليات الإنتاج كافة في جميع الحقول. طبعا استمريت إلى أن 1996 رقيت إلى رئيس دائرة التدريب والتطوير في عمليات الإنتاج. يعني سنة 2001 رقيت إلى ناظر عام عمليات الإنتاج والصيانة. بذاك الوقت صار دمج الصيانة مع عمليات الإنتاج، يعني صار المسؤول واحد. يعني في شهر 2/2002 رقيت إلى مدير عمليات الإنتاج والصيانة. طبعا تنقلت من الحقول البرقاني إلى حقول غرب الكويت.
وقتها كان الله يذكره الخير وفك عوقه ان شاء الله احمد العربيد، عمل عادت هيكله للحقول بنظام الاسد، يعني صار شمال الكويت بروحه وغرب الكويت بروحه والبرقان. طبعا في هالفتره اشتغلت في العمليات الانتاج 37 سنه، بعدها التدريب في الشركه كان قسم فقط. رأيت إدارة الشركة أن يكون هناك إنشاء مجموعة التدريب والتطوير، فطبعا اخترت أنا لأن أكون مدير مجموعة التدريب والتطوير للعاملين في كافة الشركة. طبعا فهني بدأنا في الحقيقة في إنشاء المجموعة، لأن كانت قسم صارت مجموعة، وانضم إلى التدريب والتطوير قسم التوظيف وقسم المانباور العمالة. طبعا انضم إلى مجموعة التدريب والتطوير، هنا سوينا نقلة نوعية الحقيقة للتدريب في الشركة. أكدنا على أن الناس اللي قاعد نوظفهم بعد ما يتم مقابلتهم واختيارهم يكون المركز التدريب الأحمدي التابع لمؤسسة البترول الكويتية هو المدخل، يعني الناس هذه كانت كلها تدخل على التدريب، ويتم هناك طبعا برامج تدريبية مخصصة لكل وظيفة تتراوح من بين 6 أشهر إلى سنة. طبعا من ضمن البرامج التأهيل الموظفين للعاملين بالشركة، أنا كان لي نصيب في قضية حضور الدورات في أمريكا وبريطانيا وكندا، فرحت حضرت دورات تأهيلية تخصصية للعمليات الإنتاج، وشاركت في مؤتمرات الحقيقة كبيرة جدا، يعني في سواء بالخليج أو بكندا أو بأمريكا. هذه طبعا أعطتني يعني دفعة وخبرة للعمل وتأهيل وتطوير العمل اللي أنا أقوم فيه. الحقيقة الغزو العراقي القاشم لما دش الكويت دمر أمور كثيرة الحقيقة. يعني بداية أول ما دشوا وبدأوا عملية تلقيم الآمار، يعني بالسلك أسلاك طبعا التفجير بداية، يعني فاللي صار إنه العمليات توقفت في ذاك الوقت، يعني صار الإنتاج وتوقف طبعا التصدير. الدمار شامل، الدمار يعني ما حد يتوقع، يعني خاصة بعد التحرير لما جينا ونشوف الشيء اللي صار، قاعدين نقيم وضع المنشآت النفطية، وجدنا أن أغلب أو أكثر المنشآت اتدمرت بشكل يعني غير معقول، بشكل لا يصدق العقل الحقيقة. الآبار حوالي أكثر من 730 بير كانت في مشتعلة، والمنشآت مدمرة، وحتى الوضع أو كأنك بليل، يعني في الحقول لما تروح هناك ومطر نفط، يعني كأنك. فاللي صار إن الآبار مشتعلة، وإحنا حاولنا نبي نعرف نقيم الوضع المنشآت، فلقينا إنه يعني لا يمكن إعادة الإنتاج إلا بوضع استراتيجية وخطة عمل لأولاً لإطفاء الأبار، ومن ثم إعادة تصليح المنشآت. فكان في تنسيق الحقيقة بين العمليات الإنتاج وجماعة الحفر. ذاك الوقت كان الله يذكره بالخير سعود النشمي، كان هو المسؤول عن التنسيق مع الإنتاج، بحيث أن إحنا نبين لهم شنو المراكز اللي يمكن إعادة تشغيلها يعني بأسرع من اللي قبل، فيكون التركيز على أطفاء الأبار للأبار اللي تابعة لهذا المركز. الحمد لله إحنا بعد ما تم إطفاء الأبار التابعة لمركز التجميع 10 أو 9 لما أذكر،
تم صيانة وإعادة تأهيل مركز التجميع رقم 9 و10، وبدأنا في تشغيل الأبار التابعة للمركز، وتم إنتاج تقريبا ذاك الوقت على ما أذكر 30,000 برميل باليوم. الشيء المميز ذاك الوقت أن إطفاء الأبار كانت التقارير أو الشركات اللي الإطفاء تقول أنه راح يكون تقريبا الانتهاء من إطفاء الأبار لمدة 4-5 سنوات، لكن الحمد لله أن تم إطفاء جميع الأبار وعادة تأهيلهم بعد تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر. قبل التأميم طبعا كانت الإدارة بأغلبها يعني في بيد الشريك الأجنبي تقريبا بال 1975. الشريك الأجنبي حاول يستفيد من الإنتاج قد ما يقدر، فبدأ بزيادة الإنتاج بصورة عشوائية، يعني البير اللي كانت تنتج 3000 صارت تنتج 6000. ما همهم شيء، كان اللي همهم طبعا أنه زيادة الإنتاج، وفعلا زاد الإنتاج يعني بشكل كبير جدا. بعد ما انتهى واستولت الشركة على زمام الأمور، طبعا بذاك الوقت كان الرئيس الشركة أنا أحمد جعفر، فالعاملين بالتطوير الإنتاج والعاملين بعمليات الإنتاج بدأوا يرجعون الأبار إلى مستواها الاستراتيجية اللي تمت الحقيقة، أنه بالعكس إحنا لازم نحافظ على ثروتنا، وتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق. الأحمدي وما أدراك بالأحمدي، مدينة الأحمدي الحقيقة كانت من أجمل مدن الكويت، خضراء ورود. كان هناك العاملين الساكنين في الأحمدي كان في مسابقات تدريها الشركة لأحسن حديقة ورود، فالعاملين كانوا يتنافسون على من هو يأخذ، فهذه كانت واحدة من اللي يميز الأحمدي. الشغلة الثانية أن مدينة الأحمدي كانت مثل ما تقول وجهة للناس اللي ساكنين برا الأحمدي، يعني خاصة الأخوان العرب ذاك الوقت كانوا يجون يتنزهون في الأحمدي يوم الجمعة، تلقاهم تحت الشجر بعيالهم، فهذه واحدة من الأمور اللي كانت. الشغلة الثالثة أنه كان هناك ما يعرف في يوم الأحمدي الرياضي، الشركة كانت تقوم بيوم مفتوح يشارك فيه كل الرياضيين والأندية والعاملين، يعني يبدأ من الصبح إلى المغرب تقريبا، في جوائز، وفي حتى الشركة كانت تعطيهم وجبات الأكل بذاك الوقت، فكان الناس فعلا ينتظرون هذا اليوم في السنة على أساس يشاركون فيه. الرعيل الأول طبعا خاصة اللي سبقونا احنا يعني كانت حياتهم صعبة جدا، يعني تنقلهم من مساكنهم إلى مكان العمل كان بتريلات خاصة اللي منطقة الأحمدي، واللي راح يروح للشمال الكويت كان يروحون في طيارة، يعني لأن يروحون بطيارة ويتمون هناك تقريبا يقعدون حوالي 4 أيام، يعني في سكن هناك خاص للعاملين، كان في شقاء لهم، يعني ما كانوا يعني عملهم ما كان مريح الحقيقة، سوى انتقالهم من منازلهم إلى موقع العمل أو إن أثناء العمل هناك، يعني ما كان في تكييف، ما كان خاصة بأيام الصيف والغبار، كانوا فعلا مع هذا تلقى ولاهم للشركة شيء قريب. يعني في ذاك الوقت كانت الأجور ما كانت يعني الشكل اللي هي عليه الآن، لكن راضين بحياتهم، فشكرا لهم على كل شيء، وشكرا لكم أنتم يا مجموعة الإعلام على هذا اللقاء، جزاكم الله ألف خير، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.